بعد أقل من 24 ساعة على إعلان قناة اليمن اليوم اعتزامها إعادة بثها بعد توقفها الإجباري إثر قيام جنود من قوات الحماية الرئاسية باقتحامها ونهب معداتها، هدد مجهولون باستهداف مقر القناة وتفجيرها. نقول لهؤلاء الإرهابيين لن تخيفنا تهديداتكم، سلاحكم هي المتفجرات والألغام، أما سلاحنا فهي الكلمة والأقلام، وشتان بين من يزرع الآمال بين الناس وبين من يزرع ويصنع المخاوف والآلام. رسالتنا رسالة وطنية والجميع يعرفها، الشعب اليمني يعرف من معه ومن ضده، الشعب اليمني أيضا يدرك أصحاب الكلمة الحق وأصحاب كلمة الباطل. الإعلاميون والموظفون في القناة أكدوا أن التهديدات لن تخيفهم ولن تثنيهم عن مواصلة ترتيبات إعادة البث واستئناف العمل الإعلامي والدفاع عن مصالح وهموم الشعب اليمني ووحدته وحزب المؤتمر الشعبي العام وقيادته التاريخية. القناة كما عهدتموها ستعود باحثة عن المنطق، باحثة عن الحقيقة، وأيضا للدفاع عن مبادئ وثوابت البلد. الذين يرفعون بعض تفاصيل التهديد، نحن نقول لهم هذه بلدنا وهذه عاصمتنا وهذا حزبنا المؤتمر الشعبي العام وهذا زعيمنا علي عبد الله الصالح، وسندافع عن هذه العناوين بكل ما أتينا من قوة. جهود كبيرة يبذلها طاقم قناة اليمن اليوم لاستكمال تركيب وصيانة وإصلاح الأضرار التي لحقت بأجهزة البث والبحث عن بدائل للأجهزة والمعدات المنهوبة وبما يضمن الإسراع بإعادة بث القناة لتساهم بدورها الإعلامي في خدمة البلد في هذه المرحلة العصيبة.